للمزيد حول الانتهاكات في المعتقلات في العراق ومعاناة المعتقلين ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. لا يزال مسلسل الوفيات مستمرا في السجون الحكومية في العراق، هل من تفسير حقيقي لتزايد هذه الوفيات؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لك ولمستمعينكم ومشاهدينكم الكرام. حياك الله. التفسير المعروف أصبح لكل العالم وللمنظمات الدولية أن هؤلاء المعتقلين يتعرضون لعملية قتل وإعدام بطيء وموت بطيء عن طريق الإهمال الصحي وعن طريق التجويع وعن طريق المياه الملوثة، بالإضافة إلى الأمراض التي تفتك بهم، خاصة مرض التدرن والأمراض الجلدية مثل الجرب وغيرها. هذا التفسير الوحيد لهذا الأمر، لكن الذي لا نجد له تفسير هو موقف المنظمات الدولية الموجودة في العراق، يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. تلك المنظمات الرسمية متواجدة في العراق ولديها مكاتب في العراق، وللأسف يعني تخلت عن واجبها الحقيقي وفي هذا الأمر وتتحمل كافة المسؤولية لما يجري في السجون العراقية. تم توثيق اليوم وفاة معتقل في سجن التاجي سيء السمعة، يعني بداء التدرن، هذا الداء الذي أصبح سائدا في السجن. تعدد الوفيات بالإهمال الطبي في سجون العراق يبدو أنه يعني وصل إلى مدايات خطيرة، وإلى أي مدى ترى أن هذا الأمر يعني ممنهج؟ من المستفيد من منهجية هذا الأمر؟ المستفيد هو من يعتقل هؤلاء على اساس طائفي وبشايات كاذبه ويصر على قتلهم. الحكومه العراقيه وميليشياتها واحزابها تصر على قتل المعتقلين في السجون لانهم يعني لا تريد ان توفر لهم الحياه ولا تريد ان تطلق سراحهم، لانها حكومه طائفيه وتعتمد منهج القتل والتهجير والاقصاء. نعم، لكن تبرير الحكومة وسلطات السجون دائما ما تذهب إلى الوفاة الطبيعية، دائما ما يقولون أن سبب الوفاة هو حالة طبيعية، توفي بشكل طبيعي، تؤكد ذلك أيضا بتقارير طبية. هذه التقارير يعني تعكس حالات الوفيات التي تتزايد داخل المعتقلات، من الذي يقوم يعني هل هذا يدل على أن هذه التقارير يتم تزويرها؟ أولا، لا يوجد تصريح واحد وجملة واحدة من ما تسمى الحكومة العراقية وخاصة حكومة الكاظمي عن ملف حقوق الإنسان وقضايا المعتقلين في العراق، علما أن هذا الملف يعني بإجماع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بأنه أخطر وأكثر الملفات كارثية. لم نسمع كلمة واحدة من رئيس الحكومة حتى الآن يتحدث فيها عن ما يجري في السجون العراقية وحقوق الإنسان، لأنه هذا الرئيس ورؤساء الحكومات هم رؤساء يعني حكومات ليس لكل العراقيين، هاي حقيقة ثابتة. الأمر الآخر، كلنا يعلم أن وزارة الصحة مسيطرة عليها من ميليشيات، وعملية تزوير التقارير الطبية أمر يعني شائع في الحكومة العراقية منذ العام 2003 حتى الآن. وإذا كانت هذه الحكومة سفراءها ووزراءها وبرلمانيها يحملون شهادات مزورة، فكيف بهم لا يستطيعون أن يزوروا تقرير طبي يزيف عملية قتل، يعني قتل مع سبق الإصرار والترصد للمعتقلين بأنها وفاة طبيعية. نعم أستاذ علي، في مناشدة من نزلاء السجن التاجي للمجتمع الدولي، معتقلون من داخل هذه السجون أكدوا أن سلطات السجن تتعمد نشر الأمراض بينهم، يعني هذه مناشدة، يعني ألا يعني أيضا تعد ربما وثيقة تقطع الطريق أمام تبريرات الحكومة لتزايد وفيات المعتقلين. في المقابل هنا نتساءل، يعني في ظل كل هذه المناشدات حتى من داخل السجون، كيف تصف تعاطي المجتمع الدولي مع قضية المعتقلين في سجون العراق؟ لا شك أن المجتمع الدولي يعني في ملف العراق خصوصا عهدناه يكيل بمكيالين منذ بداية الاحتلال الأمريكي إلى هذا اليوم، لكن للأسف العتب والمسؤولية تقع
على المنظمات الدولية الموجودة داخل العراق والتي تزور السجون. نحن نتحدث عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لديها مكاتب في كل محافظات العراق ويفترض أنها تزور السجون بانتظام، خاصة سجن الحوت سيء الصيت الذي يعاني فيه الناس الأمرين، سواء أهالي المعتقلين أثناء الزيارة أو المعتقلين اللي يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب والإهمال وغيرها، وأهاليهم يتم ابتزازهم كذلك. نعم، من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، شكرا جزيلا لك.